إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناكم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.